بطبيعة الحال مديريتنا وقاطعها الممتد من منطقة الزلايا إلى منطقة الأنواء لدينا العديد من قواطع العمل، قاطع العمل في منطقة عوينات والذي هي منطقة حضارية كبيرة بما تزيد عن 500 وحدة سكنية، ومنطقة الزلايا ومنطقة الشارع العام الرئيسي بمسافة تمتد لسبعة كيلومتر. مثل ما تفضلت حضرتك أستاذ، التخصيصات المالية هي أساس عمل المديرية وأساس العمل الخدماتي. الموازنة التشغيلية لم تصل لمديريتنا لحد هذه اللحظة رغم إقرارها من قبل البرلمان، ولكن نتطلع أن تصل إلينا بالقريب العاجل لإتمام الأعمال المكلفين بها. نتمنى أن تكون الموازنة يكون وصولها بسرعة أكبر لتمشية الاحتياجات والأمور بصورة عامة، يعني من تنظيفات ورفع أنقاض وتنفيذ مشاريع خدمية من ضمنها زراعة، احنا عندنا زراعة الجزرات الوسطية وتأهيل المداخل لمدينة تكريت، وإن شاء الله منتظرين أنه نحصل على التخصيصات لإكمال هذه الأعمال. أكيد الميزانية أساس عملنا هو يعتمد على الميزانية التشغيلية للمديرية، وعليه نطالب إن شاء الله بأن تكون تصل لنا بأسرع وقت لإكمال أعمالنا.